ورحمة الله وبركاته. سنطرق حول مثال الذي طرح بمقياس تحليل 2 بجامعة جيجل لشعبة الرياضيات والإعلام الآلي. يعني لا ما هي السنة، يعني غير موجود لأي سنة، لكن المهم هذا المثال طرح بجامعة جيجل. يعني ما الحل؟ يعني هذا المثال كما تلاحظون كان عليه 3 نقاط. قال احسب هذا التكامل تونجنت اكس اس 3 دي اكس، هذا ماذا يساوي؟ يمكن كتابة سينس اكس اس 3 على كوس اكس اس 3. طبقنا قاعدة تونجنت اكس تساوي كوس اكس سينس اكس على كوس اكس. ومنه يمكن كتابة العبارة بهذا الشكل، سينس اكس مربع على كوس اكس اس 3 في سينس اكس دي اكس. ماذا نعرف عن سينس اكس مربع؟ كيف تكتب؟ تكتب من هذا الشكل، يعني دساتير قوانين دساتير المثلثي، واحد ناقص كوس اكس مربع. الآن ماذا نفعل؟ نقوم بشانجمون فاريابل بوضع تي تساوي كوس اكس. بوضع تي تساوي كوس اكس، لما نشتق دي بالنسبة الى تي هذا ماذا يساوي؟ دي تي. ومشتق كوس اكس ما هو؟ ناقص سينس اكس دي اكس. الآن سنعوض مكان دي اكس الموجودة بماذا؟ بناقص دي اكس على سينس اكس، نعوض هنا. معناها ستختزل سينس اكس مع سينس اكس، وتبقى هنا تي مربع، وفي الأسفل تي أس 3، وهنا في ناقص واحد. يمكن يعني تقسيم هذا الكسر إلى فرق كسرين. يعني هنا لما ندخل إشارة ناقص تصبح تي مربع زائد واحد على تي أس 3. تي مربع على تي أس 3 تساوي واحد على تي، وتساوي ناقص واحد على تي أس 3. واحد على تي هو تكامل معروف اللي هو الآلان القيمة المطلقة لتي. وتكامل ناقص واحد على تي أس 3 هو ماذا؟ هو واحد على اثنين تي أس 2، ذلك بتطبيق قاعدة إكس أس أن، تكامل إكس أس أن زائد سي الثابت. بوضع يعني بإخرى بوضع بوضع مكان تي كوس اكس سنجد هذه العبارة. إذا قمنا بعرض هذا المثال الذي طرح بجامعة جيزل، يعني مصدر من جامعة جيزل، الذي كان عليه 3 نقاط لشعبة الرياضيات الإعلام الآلي، وكذلك استفاد منه مات 2. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم.